عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، لقاؤنا يتجدد مرة أخرى في أحد دروس التربية الإسلامية. هذا الدرس موجه لتلاميذ المستوى السادس. مكون الحكمة، الموضوع أختار الصحبة الصالحة. أهداف هذا الدرس: في نهاية الدرس علي أن أتعرف معنى الصحبة الصالحة، أميز الصحبة الصالحة، أرافق الأخيار. لنلاحظ الوضعية التالية: رأت زينب أخاها مرادا يلعب مع أولاد يتلفظون بكلام قبيح، فدعته إلى تجنب أولئك الأصحاب، لكنه أصر على صحبتهم قائلا: لن أتأثر بهم، فما يجمعني بهم اللعب فقط. في نظركم أيهم محق، زينب أم مراد؟ هناك منا من سيوافق زينب، وهناك أيضا من سيوافق مراد. إذا لنحدد ذلك سنقرأ الحديث التالي: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. لفهم هذا الحديث سنشرح بعض الكلمات الصعبة. إذا نافخ الكير مقصود بها الحداد، يحذيك أي يعطيك، المسك مادة رائحتها طيبة تستخرج من بطن أحد أنواع الغزال. بما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جليس السوء؟ شبه جليس السوء بنافخ الكير أي الحداد. وبما شبه الجليس الصالح؟ شبه الجليس الصالح بحامل المسك. نعم، إذا نجد في هذا الحديث تشبيها بليغا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصديق الصالح لن تضرنا رفقته، يا إما سنستفيد من أخلاقه الحسنة، يا إما على الأقل لن تتضرر سمعتنا من صحبته. كذلك إن جلسنا قرب حامل المسك، فحامل المسك يا إما سيهدينا قطعة منه، يا إما سنشتري تلك القطعة، يا إما على الأقل سنستمتع برائحة زكية. بينما عندما نرافق الأشرار، فإن لم تتضرر أخلاقنا ستتضرر سمعتنا كلما رآنا الناس برفقتهم. مثل أن نجلس بالقرب من نافخ الكير أي الحداد، فأثناء تطاير الشرارات من سهارته ستحرق ثيابنا، أو ستؤذى أنوفنا من الرائحة السيئة التي تتصاعد أثناء احتراق المعادن. إذن سنستنتج من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يلي: على الإنسان أن يختار جلساء أي رفقاءه بحذر، فيجب أن يكونوا من أهل الصلاح والعلم والأخلاق، فالجليس الصالح لا يأتيك منه إلا الخير، والعكس صحيح. أتمنى أن تقرروا اختيار أصدقائكم بحذر ودقة شديدين.
إذا لنتأكد من مدى استيعابكم لمضمون الدرس ستنجز الوضعية التالية. يقول الله تعالى في سورة الفرقان الآيات 27 إلى 29: ويوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله مولانا العظيم. إذن هنا وصف للكافر يوم القيامة، فهو يتحسر ويشعر بالندم لأنه لم يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ندم أيضا على مرافقته لأصدقاء سيئين كان أن أضلوه عن الطريق الصحيح. إذن سنستغل السند التالي لإنجاز الوضعية التالية: جميلة تلميذة كانت مجدة ومتفوقة في دراستها، إلا أن نتائجها تدهورت، أي تراجعت وتناقصت بعد مصاحبتها لحليمة الفتاة المشاغبة. لاحظت ذلك فقررت التدخل. إذن أقنع جميلة بضرورة الابتعاد عن حليمة مستشهدا بالسند السابق بالأعلى وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تعرفناه في إطار الدرس. أقدم نصيحة لحليمة بضرورة تغيير سلوكها إلى الأفضل محترما آداب الحوار التي تعلمناها من إبراهيم النبي عليه السلام. إذن لقد تعلمنا من إبراهيم النبي كيف أو كيفية محاورة الأشخاص ولو كانوا ضد قناعتنا وضد ما نتصوره. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب بحول الله.